طيب سيدي السلام عليكم واحلى صباح لجمعيه النادي الافريقي وللي فان متاعي انا. بالنسبه لي انا باش نعاود نذكر نطلب الرجاء كل الرجاء من اداره النادي الافريقي تخفض في الاسعار نتاع التذاكر. ها نقول لك علاش تخفض يا ودي، راه مش كيسيون واحد، نحب نعاونوا جمعيتنا، اما برشا عبيد اللي غلطوكم في رواحكم يقول لك ناخذ تذكره حتى بمليون، نحب نعاون الجمعيه، تحب تعاون الجمعيه هاو نعملوا كونت نحن ونعاونوها الجمعية. اما انت يا معلم اللي تعمل لي ناخذ تذكره حتى بمليون، خي بتبيع انت مره في الفيل هنا تجي على خاطر تروح بي جي ولا تحب تجيب مرتك ولا صاحبتك باش تعمل سيلفيات ودرا شنو. خويا خم فك فئه الجمهور اللي تحبوا تقسيوها، اللي كانوا هما ديما قاعدين واقفين مع جمعيتهم بدي بلاس مونيت، مش على خاطر ماتش بي جي، يا ماتش وقت المتلاوي جيرجيس جيبس قفصه بيجا قاعدين يمشيوا ورانا، علاش تحب انت في الماتش هذا معناتها اللي بيه الفائده تقسيونا نحنا؟ خموا فينا شويه خويا، نقص في سوم التذكره وقوي في الجمهور، خاطر ديجا راهو مش الجمهور نادي الافريقي برك اللي يحب يجي، حتى من جماعه مكشخه من ليتوال من صفاقس، فما ناس يحبوا البي اس جي في حد ذاتها يحبوا يحضروا معناتها، مو فماش مشاكل اون بلوس، على شنو باش نعملوها المشاكل نحنا؟ ربحين خاسرين باش نروحوا فرحانين. وبربي فما فئه معينه اللي قاعدين كوم كو يحبوا نادي الافريقي وقاعدين حاطين العصا العجله الاستمراريه حين يقفوا معاه. خي شنو اللي يمد فلوس وتحبوا يغوروا عليه في البلاد هذيا كما غاروا عليه قبل وقت اللي كان مش معروف في بيجي قريب ل 40 مليار من التربلسيه، سيبوا الراجل يودي يسكروه الدوسي هذايا خاطر ما عنده شيء، كان جاي هو ماك العباد انا اللي عنده تبويض اموال، رؤوس الاموال اللي عايشه في تونس اللي تحب تبيض اموالها، هو فلوسه جايه من برا، نتاع شنو باش يبيض اموالها؟ بالعكس نشجعوا نحن المستثمر ونعطيه رؤيه للمستثمرين باش يجيوا لتونس. انتوما في حد ذاته خاطر سليم الريح يشد النادي الافريقي وخايفين منه بحكم معناتها عنده شعب وراه اللي نجم يوصلوا للرئاسه، واللي ذي نفقوا شويه ويزيونا ماك الحديث نتاع التريك نوت الحكايات، فهمني يا صديقي؟ كاكيلا تريس كانت تحط لها النوامر النومبر نتاع الجمهور مع سوم التذكره تعجز. حتى مسفرات ما عادش تلقاهم، تقول لك فك على سبسي وانا ما عادش ماشي ماتش بي اس جي، ولذي نفقوا شويه مع الماء ويزيونا ماك التلبيق والترقيس نتاعكم. السلام عليكم واحلى تحيه لجماعه تطاوين الجنوب، جماعه الجنوب بصفه عامه، وابو محمد من باب الحاره من سوريا.